في دقيقة هي اللي احتاجها عمر السومة ليقلب النتيجة على الرائد ويخطف ثلاث نقاط مهمة وضعت الأهلي في ثالث الترتيب. على كل حال سننتظر طبعا. نحن نلعب في الدقيقة 65 من عمر المباراة، حتى الآن تعادل سلبي. فوزير، فوزير يحاول، فوزير يمر مع رائد الغمدي. الله، مباراة اليوم بهدف أول عن طريق فوزير، جهاد مشاها وفوزير مع ليما مر وأرسل لك كرة عرضية مخادعة يا ياسر. آه يا أبو عمار، هذه كرة لم تستطع معها الإيقاف لهذا الخطر. هذه يعني ممكن تكون حتى مصدومة من مستوى فريقها هذا في هذا اللقاء. لكن السوبا، لكن الحل السوري. الله، على أن يجعلها واحدة من أحلى لياليهم. الله يا سوما، الله على الخطفة والهربة. شوف، خطفها من أمام زكيل وهرب من أمامه أيضا ووضعها بيسرهم. إنه عمر، عادات عمر، خصائص السومة، عداته بالتخصص من أمام الرائد يصل إلى الشباك والمؤشر. هل يقترب بالأهلي؟ الله يا جبار، ومن أجل التقدم والتسجيل. يا الله يا الله يا الله، شوف اللقطة مرة أخرى، شوف الجنون الأهلاوي، شوف الجنون الأهلاوي. نعم، مجانين النادي الأهلي، هم مجانين وقادرين على أن يصلون.